مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. حوارنا النهاردة هيكون حوار في عدد كبير من الملفات بحكم طبيعة ضيفنا. هو ضيف عزيز على الشاشة، ما بيظهرش كتير إلا فيما نظر، قليل الكلام، لكن لما بيتكلم الحقيقة بنقدر نستفيد من خبرته وأراءه في كتير من الأمور، سواء كنا بنتكلم على مجال الصناعة، الاقتصاد، دور رجال الأعمال، دورهم في المشهد الوطني، الإعلام، لأن زي ما بقول لحضراتكم هو واحد من رواد صناعة الإعلام والصناعة في مصر، دكتور أحمد بهجت اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. مساء الخير يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. خطوة عزيزة، أهلا وسهلا. أهلا بيك دكتور أحمد. يعني المشهد العام مليان بكتير من التفاصيل، فخلينا الأول نبتدي مع اللي احنا منتظرينه بعد أيام إن شاء الله، استحقاق الثالث، الانتخابات البرلمانية. اللي قلقان، اللي خايف من المشاركة، اللي قلقان على شكل البرلمان وتركيبته وإزاي هيؤثر على الحياة السياسية، بتستقبل الأمور دي كلها إزاي يا فندم؟ انطباعك؟ والله انطباعي أنه في مبالغة في حسبان أن هيبقى في مشكلة وفي عدم إقبال وفي السلفيين هيكسبوا الانتخابات وكلام من ده. انا مش لا اعتقد هذا ابدا. يعني هيكون في نسبه منهم، ولازم يكون في نسبه من الجماعات الاسلاميه اساسا، شيء طبيعي لان هم موجودين في المجتمع. تمام. انما بالتاكيد الاغلبيه سوف تكون للناس العاديه اللي هي ماشية النسبة مع خط ما تبقاش الحكومة معطلة. والرئيس النسبة، نسبة التيار الآخر يعني. أنا أعتقد إن التيار المدني هيكسب أكتر من 70 إلى 80%، وإن مفيش أي خوف على الناس. يعني معرفش ليه المبالغة الشديدة دي إنه في كارثة جاية. أنا لا أصدق هذا أبدا. يعني أنا معتقد تمام الاعتقاد إن شعبية الرئيس السيسي والناس اللي هي طبيعيتها الوسطية كلهم هيروحوا ينتخبوا الناس اللي هي اللي احنا نعرفها، مش الناس اللي ما نعرفهاش. فبالتالي انا مش شايف اي خوف من اي حاجة بتتقال، وشايف انها مبالغة شوية، بل بتصل الى مرحلة الاستفزاز، لكن عندنا كارثة وانه ما فيش حاجة خالص انا شايفها في المشهد بتقول كده خالص. طب بالنسبة لشكل البرلمان واللي خايف برضو من تركيبته، فبالتالي بدأوا يعني يبقى في دعوات لتعديل الدستور، نقلل من صلاحيات البرلمان شوية في مقابل زيادة صلاحيات الرئيس. أولا الرئيس في مصر طول عمره هو الرئيس وصاحب القرار الأول والأساسي، وأنا لا عندي شك أبدا أن البرلمان ممكن يشكل في يوم أي قيد على الرئيس في اتخاذ قراراته. أنا أعتقد أن الناس، أولا الرئيس السيسي اللي عمله زي العبور اللي عمله أنور السادات الله يرحمه، القائد العظيم اللي حكم مصر في فترة كانت عصيبة جدا، ونجح ان هو يعبر الى سيناء. هو خلصنا من حكم كان هيرجعنا لورا سنوات طويلة جدا، وكانت هتبقى مشكلة كبيرة. فانا بقول ان هو النجاح بتاعه ده مديله نوع من الاحساس مع الشعب إن هو ركيزة أساسية للاستقرار، وبالتالي مش ممكن الشعب ما قلبش على حد بحيث إنه يروح يقول أنا هغير، لأنه ما عملش أي حاجة تضايق الناس. بالعكس هو طول النهار بيتكلم على الناس وعايز يعمل لهم حل لمشاكلهم وكده. فأنا أعتقد إنه أنا ما عنديش أي تخوف إن يكون في أي مشكلة جاية من البرلمان أبدا. يعني فبالتالي حضرتك مش مع موضوع تعديل الدستور؟ لا طبعا. تعديل الدستور احنا لسه طبقناه عشان نعدله. ده حتى سخيفه الفكره نفسها ان انا اقدر البلاء قبل وقوعه. اللي تصدر الفكره دي او روج لها، يعني بعد يقول لك ايه، بيتزايد او بيبالغ او فاكر ان هو كده بيجامل، او يعني هي بتزود يعني بيوري ان هم يعني مخلصين قوي للرئيس، بينما انا في اعتقاد انه ده ضرر للرئيس ان يتقال الكلام ده، لان اي حد بيقول انه اغير حاجه قبل ما اطبقها يعني موضع علامة استفهام. ليه بتقلق من الحكاية دي يا دكتور؟ يعني شايف برضو يقول لك في نبرة نفاق، في أصوات برضو كتيرة، ده ممكن يؤثر على الرئيس، يؤثر برضو على البلد. مشكلتنا من 7000 سنة دايما الحكاية دي، إن لازم بتطلع فئات تنافق الرئيس وتنافق من في السلطة، أي حد في السلطة بينافقوه. فأنا بحمد ربنا إن الراجل عنده الاتزان إن هو ما بيعيش الدور بتاع إن هو
يعني كل حاجة بيعملها صح، هو بيراجع نفسه من حين لآخر لما بيلاقي حاجة. يعني الفترة دي أنا شايف أنه مثلا موضوع الزراعة وموضوع النص مليون فدان، أنا ليا تجربة في الموضوع ده. احنا اشترينا أرض على بعد 1200 كيلو من القاهرة في واحد الخارجة، تمام، لا الدخلة، سوري الدخلة، في الدخلة. وخدناها دفعنا 10 مليون جنيه في الأرض، وبقى لي 6 سنين بزرع هناك، وخسرت لحد دلوقتي في الست سنين 16 مليون جنيه. يعني إذن هناك مشكلة في الزراعة في الصحراء، ولازم نحسب حساب أنه في ناس، أنا تجربتي صغيرة خالص يعني في الأرض، في ناس كتيرة دخلت الأرض وزرعت ألاف الأفدنة، فلابد أن احنا نستشير الناس دي ونسأل أنتوا خبرتكم فيها بتقول إيه، لأنه ما خاب من استشار. تمام. فالواحد من الطبيعي أن لازم يحصل أنه الناس بتتكلم على الموضوع ده، وأنا مؤيدهم أن لابد أن يكون هناك الاستفادة من خبرات هؤلاء الناس اللي دخلوا واقتحموا الصحراء من سنوات طويلة، لأن عندهم خبرة كبيرة لازم نستفيد بيها. في مشروعات طموحة، لكن نسمع برضو آراء وتجارب تفيدنا في المجال ده. لكن بشكل عام ده، ما حضرتك فتحت الملف الاقتصادي، الوضع في البلد دلوقتي، المشروعات القومية، أملنا في واقع ومستقبل أفضل، رجال الأعمال برضو ودورهم أو مشاركتهم، يعني دايما أقول لك لازم يكون في دور وطني لرجال الأعمال، لازم رجال الأعمال يكونوا حاضرين في الصورة. في كلام كتير اتقال إن رجال الأعمال يعني في الفترة دي ما بيساعدوش الرئيس قوي. والله شوفي أقول لحضرتك، في ناس عايزة إن المساعدة تكون فلوس. أنا شايف إن المساعدة مش فلوس بس، في بعض الناس بتتبرع كتر خيرها، حاجة جميلة، بس المساعدة الحقيقية خلق وظائف جديدة وفرص عمل جديدة. لما يزيد عدد، لو زاد مليون بني آدم بيشتغلوا في مصر في سنة، ده إضافة للاقتصاد كبيرة جدا. أحسن ما يكون في مال في البنك ملوش استخدام. الاستخدام يجب أن يكون إن الأموال تستثمر في التنمية. احنا عندنا احتياج شديد للتنمية، واحنا عندنا مشكلة، أنا لسه سامع وأنا جاي في الراديو إن احنا هنتقدم لصندوق النقد الدولي بطلب قرض، وعندنا أزمة مالية، وعندنا أزمة دولار، أزمة دولار وأزمة كبيرة. احنا عندنا بعض الشركات توقفت خلاص، لأن مطالبها مستحيلة إن يعني يتم تدبيرها من خلال البنك. فبالتالي يعني تقريبا نزلت لعدد كبير من الهبوط الحاد في الإنتاج، وده مش عندنا بس، ده أنا قريت مقالة قريب إن في 7000 مصنع عندهم مشكلة في تدبير العملات ومشاكل بنكية. فالوضع هنا ببساطة محتاج لنظرة شمولية. لو احنا عايزين نشجع الصناعة والاستثمار وغيره، لابد أن يكون هناك دراسة حقيقية للمشاكل بتاعة الناس ونستمع إليهم. ولو استمعنا إليهم ولقينا أن في مشاكل يمكن أو قابلة للحل، فالمصلحة أن احنا نحل هذه المشاكل. طيب بس هنا يقول لك وضع البلد وطبيعة الظروف والأزمة الاقتصادية بتفرض علينا لازم يكون في أولويات. في صناعات، في مشاكل، في تجارة، في حاجات محتاجة العملة الصعبة، لكن برضو في المقابل في سلع استفزازية، حاجات ترفيهية، حاجات ممكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي. دي حاجة أمرها سهل. الدولة في إيدها السماح أو المنع. لو حاجة مستفزة للناس أو بتضيع فلوس ملهاش لازمة، يوقفوا استيرادها. يعني ما فيش حاجة تمنع الدولة لما يكون عندها ظروف اقتصادية صعبة إنها تاخد الإجراءات الكفيلة بمساندة اقتصادها، وده حتى في الاتفاقيات العالمية كلها كده. يعني ما فيش حاجة اسمها ما أقدرش أعمل إجراء، لا، تقدر تعمل أي إجراء طالما إن أنت في خطر إن يحصل مشكلة عندك في الدولة من الناحية الاقتصادية. فلابد أن يكون هناك اتخاذ لإجراءات تحمي بلدنا من المشاكل اللي حضرتك بتتكلمي عنها. لو في استيراد لحاجات غبية ملهاش لازمة،
ما نجيبهاش، نوقفها سنة اتنين تلاتة لحد لما نطلع من الأزمة اللي احنا فيها. لكن ما نقدرش نفضل فاتحين. يعني موضوع اللي اتعمل في موضوع الدولار ده لم ينجح حاليا، يعني الدولار بيزيد سعره وفي نفس الوقت بيجدوا وسائل جديدة من خلال الدول العربية اللي في الخليج ان بيروحوا يفتحوا اعتماداتهم من هناك، وبقت مشكلة انه الدولار بقى ليه اكتر من سعر، مش سعر واحد، واللي في البنك غير اللي بره. فلازم حتة ان يتقلق يا فندم، دي هتبقى الفترة مؤقتة سنتين ثلاثة، وساعتها الجنيه المصري يعني هيشد حيله في مقابل الدولار. ما اعتقدش ان دي سياسة هتنجح بالطريقة دي، انا في رأيي يعني فضل. انا اعتقد ان لابد ان يكون هناك حلول غير المنع. يعني اما اقول لك ما تاخديش غير 50,000 دولار لشركة في الشهر، ايه ال50,000 يجيب بها ايه دي؟ يعني لو عايز يستورد خامات او مواد وسيطة في الانتاج هيعمل بها ايه ب50,000 دولار دي؟ ده رقم هزيل جدا. فلابد ان، وفي شركات كتيرة توقفت تقريبا لانها بتحتاج لملايين الدولارات كل شهر عشان تجيب المواد الخام. فلابد ان يكون هناك نظرة للموضوع ده، ما تبقاش الحكاية قرار ونسكت بقى ونقول ايه هي كده. لا، ما فيش حاجة اسمها هي كده. عندك مشكلة لازم تدرسها كويس وتسمع لأطرافها وتحاول تحلها بأي وسيلة تنجحك حتى ولو خطوة خطوة. طيب، ده يخليني أسأل حضرتك عن حكومة المهندس شريف إسماعيل برضو، من حيث التغيير اللي حصل في الأيام الأخيرة، الرئيس واتكلم على أنها تستمر أو يعني هتقدم برنامجها للبرلمان القادم. أولا فكرة تغيير الحكومة شفتها إزاي وقتها يا فندم؟ والله أنا كنت يعني متابع اللي بيحصل، كان في عندنا نقاط سلبية مش مبسوطين منها، والحقيقة نفس النقاط دي صعبة تتغير بسهولة. إيه السلبيات اللي موجودة؟ إن الموظف العام لو خد قرار يروح السجن، لو ما خدش قرار ما يحصلوش حاجة. فأنا بتكلم مع الناس المسؤولة في حتة يعني بشتغل معاهم، يقول لي طب قول لي أنا أخد قرار ليه؟ إذا كنت احتمال روح السجن. فدي شغلانة لازم يتم تغيير في القانون. الموظف العام اللي أمين وخد قرار لمصلحة بلده حدش يجي ناحيته خالص. حاليا بيعملوا حاجة كويسة جدا أنا مبسوط منها، إن بيدخلوا الرقابة الإدارية، الرئيس أعتقد إن هو وكل لهم إن هم يخشوا عشان يواجهوا هذه المشكلات ومشاكل رجال الأعمال مع البنوك ومع الجهات الحكومية. فدول هيبقوا يدوا الضمانة للموظف العام إن هو لو هم وافقوا على الاتفاق يبقى خلاص ما فيش حد هيعود عليه باتهام بعدها. اللي هو قصة التصالح وجهاز الكسب غير المشروع. لا، ولا دي كسب غير المشروع دي حاجة. أنا بتكلم على تعثر رجال الأعمال. لا، مش تعثر، يعني في خلافات موجودة وانا ليه حق مثلا كرجل اعمال والموظف العام خايف يديني حقي. فالدوله هنا بتخش من خلال الرقابه الاداريه وده يعني قرار انا شايفه ممتاز. وبتقول يدرسوا الموقف مع المستثمر ومع الجهه وبيوصلوا الحل ويكونوا حاضرين في توقيع الاتفاق، بحيث يبقى الموظف العام هو بيمضي مش خايف. خايف ان هو يتحمل المسؤوليه لوحده. بالظبط، ما هو ممكن بعد اسبوع يجي واحد يبعت فيه شكوى يقول له ده واخد فلوس ولا حاجه ويروح في مصيبه. بيكون كذب، يعني اغلب الاتهامات اللي هي بتبقى جزافيه دي اغلبها كذب، بس اذت ناس كتير جدا في مصر. يعني في مسؤولين كتير يعني اتظلموا ظلم كبير نتيجه الشكاوي الكيديه من ناس ما عندهاش ضمير. امبارح كان معايا دكتور كبيش العميد السابق لكلية حقوق القاهرة، كنا بنتكلم على قانون التصالح والتعديلات اللي تم إدخالها عليه وكل الكلام ده. فمن ضمن اللي اتقال إنه ردا يعني على الكلام ده إن هيبقى فيه محاباة لرجال الأعمال، محاباة للمستثمرين، ياخدوا اللي ياخدوه بعد كده نتصالح معاهم. اتكلم على فكرة إن رجل الأعمال في مصر يعني لفترة من الفترات ولغاية وقت قريب يعني دي شتيمة،
ان كل رجال الاعمال كده دي دول فاسدين يعني. فالحته دي برضو وتشجيع مناخ الاستثمار ويبقى في بيئه كمان اجذب بيها المستثمر الاجنبي لما يشوف برضو يبقى عينيه على المستثمر المحلي اللي في بلده بيتعامل ازاي، فده يديني اشاره ادخل ولا ما ادخلش في المناخ ده. هو الحقيقه انه من الحاجات السيئه كانت ان دايما البدايه في مصر كانت ان احنا كنا كلنا تحت مظله الاشتراكيه. وحصل بعدها انه تدخل من ايام الرئيس انور السادات الله يرحمه. نعم. وفتح الباب للاستثمارات، وجاء الرئيس مبارك شجع الاستثمارات في المدن الجديده، ودي حاجه نشهد له بيها كلنا. ايوه فاهم. ان هو خلى المدن الجديده دي في مناطق الزياره بتاعته الدائم. 10 رمضان و6 اكتوبر والسادات وبرج العرب. فالحصل ايه؟ انه شجع الناس تروح تستثمر. كويس. الناس متعوده ان الغني من افلام زمان، الافلام اللي هي الابيض واسود، كان دايما الفقر هو الجدعنه والشهامه. والراجل الامين والراجل الباشا اللي هو اللي بيغتصب الاراضي وبيعمل وبتاع. فكان تكون الانطباع عند الشخص البسيط ان المال يساوي فساد. فالوضع ده المفروض كان يتغير مع اللي عملناه احنا في الفتره اللي فاتت. لكن انا فاكر كان في يعني حوار بيني وبين وزير الاعلام الاسبق بقى، قلت له احنا كل مره يطلع رجل الاعمال قاعد بيشرب سيجار وقدامه كاس ويسكي ورقاصة وحمام سباحة وبيتكلم على انه بيعمل مصيبة في البلد وبياخد هيدفع رشوة ولا بتاع. فقلت له ازاي انت بتشجع استثمار وفي نفس الوقت بتطلع ان رجل الاعمال هو عبارة عن لص وحرامي بيسرق الدولة. فيقول لي لا احنا عايزين نغير، بس ما حصلش تغيير. كانت مشكلة، يعني مشكلة ان دايما رجل الاعمال يصور في الافلام ان هو شخص ما يعرفش ربنا وما بيشتغلش بذمه وبيشتغل كل شغله من تحت الترابيزه ورشاوي، ويعني مشكله كبيره. والحقيقه ان الانطباعات دي زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه ان رجل الاعمال دي بقت سبه. يعني في ناس انا فاكر كنت مره في اجتماع فقالوا فلان رجل الاعمال، قال لا انا رجل صناعه مش رجل اعلام. مش رجل اعمال مش علاقات. طب رجل الاعلام والاعمال معانا النهارده دكتور احمد بهجت، وما دام جينا على ذكر الاعلام برضو والصوره اللي ممكن يشتغل عليها يا تدي رساله سلبيه او شيء ايجابي، نرجع عند النقطه دي بعد الفاصل. كمان دكتور احمد بهجت من رواد صناعه الاعلام الخاص في مصر، وتجربه طبعا كانت في وقتها يمكن كانت الساحه خاليه وكان هو اللي خد يعني زمام المبادره. دلوقتي بقت الساحه مليئه بالقنوات والتجاوزات أيضا، والمشاهد اللي يمكن المواطن العادي بيقول لا الإعلام لازم يتنظم. طب يتنظم إزاي؟ أهل الإعلام ينظموا نفسهم ولا يكون في تشريع أو يعني، وده لازم وفقا للدستور ينظم العملية الإعلامية. بعد الفاصل دكتور أحمد بهجت اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم، ونرجع على قصة الإعلام. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبرحب بضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم دكتور أحمد بهجت. مساء الخير يا دكتور أحمد، برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور. دكتور أحمد، الإعلام في مصر، هل الإعلام في أزمة؟ في أزمة، إنه الصرف في الإعلام زاد جدا عن المدخول اللي بيخش. فأصبح الإعلام كله في خطر، إن بقى في مديونيات متراكمة على كل المحطات تقريبا، وبقى في الغلو في المرتبات والأجور زاد عن الحد، بحيث انه أصبح القناة مش ممكن تربح، تخسر بس. فهي الفكرة ايه؟ تقدري تخسري قد ايه وفي كام سنة؟ ومين يقدر يكمل بهذا الوضع؟ فدي مشكلة حقيقية مواجهة للناس، بجانب ان الكيكة الاعلانية ضعيفة في مصر. يعني السعودية عندنا 8 اضعاف الكيكة بتاعت مصر الاعلانية. هناك الرقم اذا كان عندنا هنا
بالجنيه وهناك بالدولار. ده مع زيادة القنوات برضو والبرامج والكلام طبعاً ده. طبعا في قنوات كتيرة جدا طلعت وما حدش عارف هي ايه حتى ومين اللي بيصرف عليها. وحاجة غريبة يعني انا ساعات لما بتفرج كده على القنوات اللي في النايل سات بتعجب دول مين دول وطلعوا امتى وبيعملوا ايه وبيصرفوا على القناة دي منين حتى ده. طب هنا المشاهد العادي يقول لك الاعلام بيخسر، يعني اللي فتح قناه وبيصرف عليها والاعلانات اللي احنا شايفينها مش معقول فتحها لوجه الله، يعني اكيد في عائد بمشيه، ولا هو بيحسبها ازاي؟ ولا صاحب القناه الاعلام الخاص برضو بقى وفقا لمصالحه او بيوظفها مثلا لسياسته هو او حدا شغال عليه؟ في ناس بتوظف القناه لمصالحها الشخصيه وفي ناس بتوظفها للوجاهه الاجتماعيه والبرستيج يعني. وفي ناس كان نيتها احنا منهم يعني الحقيقه ان احنا نقول للناس ما يحدث بجد بدون تزييف للوقائع. احنا كنا بنكسب لحد من سنتين تقريبا، وبعدين حصل توسع غير مدروس عندنا وترتب عليه خساره فادحه، فاحنا في حاله انكماش حاليا يعني تصحيح الاوضاع في الداخل. يعني هل الوضع السياسي في البلد والوضع الاقتصادي بالتالي يعني او بالتبعيه انعكس على الاعلام؟ بالتاكيد ان في مشكله في الفلوس، في جمع الفلوس والناس ما بتدفعش، وحتى المعلنين بيتاخروا جامد جدا في دفع الفواتير بتاعتهم دي. يعني حاجات بسمعها من كل شركات الاعلانات وان هم يعني بيقاتلوا من اجل ان هم يحصلوا على مفروض ما يحصلوا عليه اصلا بسهوله. الاعلانات بتتحكم في المحتوى او في اللي يتذاع او المذيع، او انه يعني زي ما بقول لك شباك التذاكر ده بيغازل المواطن او اللي داخل السينما فيقول لك الجمهور عايز كده. أيوة. برضو ده بتنطبق على سوق الاعلانات؟ والله شوفي اقول لحضرتك، هي لما بيكون في غضب من جهات مسؤوله فبيوصوا الناس بتوع الاعلانات ان يتوقفوا عن وضع اعلاناتهم في القنوات اللي هم مش عاجباهم، قرصة ودن يعني، فبيقرصوا ودن او كسر عين كسر دراع او دراع ها. فهي بتعتمد على بتعتمد على ايه يعني حجم الضرر اللي بيطلع من القناه للمسؤولين في بعض الاوقات. يعني الإعلام بعد ثورتين يعني 25 يناير وقبله كان الإعلام هو برضو بيعكس اللي بيحصل في الشارع، يقول لك أحد أهم أسباب الثورة برضو 30 يونيو هو اللي حرك المواطن. المرحلة اللي جاية وبعد البرلمان في تصورك أداؤه يبقى شكله عامل إزاي، خاصة أن حضرتك أنت في السوق وعارف في ناس كتيرة مش راضية عن اللغة الإعلامية، عن المحتوى، في منابر بتهاجم بعض، في برضو تجاوزات بنشوفها. في حالة لخبطة حاليا موجودة، وفي نوع من الصراع الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى بين قنوات وبعضها وبين أصحاب القنوات وبعضهم، بتحصل أحيانا وبيكون فيها دايما ضرر على الإعلام عامة. يعني الإعلام بطبعه حساس للحاجات دي، فلما بيكون الناس شايفة معركة دايرة بين مذيع ومذيع مثلا بتبقى شكلها مش حلو خالص، تأثيرها سيء وسلبي. فالإعلام مفروض يبقى فيه ميثاق شرف إعلام، بس لسه لم يفعل. ولما أنا شفته من كم شهر كده، هو الحقيقة مش ميثاق شرف إعلامي، لا هو ميثاق قيود إعلامية. يعني أنا فوجئت أن كله تقريبا هيبقى ممنوع في الآخر. فطبعا اترفض من الناس كلها في وقتها، يعني لما اتعرض على بعض الناس قالوا ايه ده، يعني انت جاي تقيدني 100% ازاي يعني. فوقفت الحكاية شوية لان برضو خوفا من الاعلام انه يقلب على السلطة. فهي الفكرة ايه، انه في نوع من التوازن حاليا. احنا محتاجين بالتأكيد لان في حاجات كثيرة بتحصل في الاعلام محتاجة لزيارة نبص فيها ونقول ده ما ينفعش وده ينفع. في اهتمامات بكلام فارغ وحاجات برامج انا شايفها لا يصح انها تكون موجوده اصلا، وفي حاجات بتقال
فيها نوع من السب على الهواء، وفي حاجات فيها يعني نوع من الإهانة لبعض الناس. فهي محتاجة الحقيقة أن الناس تعيد النظر أن الإعلام ده وظيفته تثقيفية وليس يعني تهزيئية. يعني صاحب القناة الخاصة، يعني بتكلم مع حضرتك، يعني نعم. صحتك مش من رئيس مجلس إدارة دريم، لكن صاحب القناة أولا وأخيرا، هل وينسب ليك كل ما يذاع، كل ما يقال وما إلى آخره، هل المفترض اللي عنده قناة بيتحكم فيها حتى لو من وراء ستار زي ما بيقولوا، يعني برضو هو محسوب عليه القناة دي؟ سياستك إيه في الإدارة يا فندم؟ أنا هقول لحضرتك، أنا شخصيا لا أتدخل إلا لمنع الضرر على حد خارجي مش في القناة. يعني لما حد بيجي يشتكي لي ان انا في هجوم عليا وكده، بكلم مع الناس اقول لهم لا يصح هذا. احنا لازم نكون عندنا نوع من العداله في لما يكون واحد قلنا عليه حاجه له الحق في الرد ونفس الوقت، يعني ده الادب والاخلاق بتقول كده يعني. تمام. فاحنا يعني اقدر اقول انه انا لا اتدخل، الحمد لله عمري ما تدخلت ان هاجم حد. يعني انا في ايام كتيره كنت أقدر أسحق الناس اللي معادياني في الدولة. يعني كنت أقدر أنزل أيام ما كنت أنا القناة الوحيدة اللي موجودة، كانوا يجوا يقطعوا عن المية هنا ويصدروا حاجتي ويعملوا، وعمري ما استخدمت القناة لمصلحة شخصية أبدا. حتى كان بعض الزملاء يقولوا لي طب أنت ساكت ليه؟ أنت عندك قناة. لأنه أنا كلمتي. مش عايز أستخدم القناة دي، دي قناة مهنية، مش عايز أحولها إلى حاجة رخيصة عشان تبدأ ليها مصداقية، عشان أنا زعلان من واحد أهاجمه. وكان في بعض الناس ما تفهمش، بتفتكر إن هي ضعف مني. بس هي لا، هي مش ضعف، ده بالعكس ده هو قوة، إنك أنت عارفة إنك تقدري تهجمي على حد، وخصوصا في ما فيه. يعني مش هكذب، هقول الحقائق وأعمل له أذية شديدة جدا، وما عملتهاش في كتير من المسؤولين السابقين يعني. فالفكرة إيه؟ إن الواحد دايما يتوخى العدالة في التعامل مع الآخرين ومع نفسه. فلما تلاقي إن أنت عندك سلطة على حاجة وتقدري تعملي فيها أذية، لا يجب أبدا إن الواحد يستخدمها. أنا لا أتدخل في القناة أبدا إلا فيما نظر، حينما أرى ظلما وقع على واحد بره القناة، يعني حد هوجم بطريقة سخيفة أو حاجة، بديله حق الرد وبديله كمان ترضية شخصية مني يعني. طيب خلينا نفتح الملف ده بقى، بس ملف الإعلام والسلطة. فكرة إن الرئيس في كل مناسبة بيأكد على دور الإعلام وأهميته، محتاج للإعلام، إحنا في أخطار كتيرة حوالينا وما إلى آخره، قضية الاصطفاف الوطني اللي يطلع يتكلم يقول لي يبقى ده إعلام السلطة، ده هيكون صوت واحد، لأ لازم يكون في مساحة لكل الأصوات. الإعلام ودوره في المرحلة دي مع السلطة يا دكتور أحمد؟ هو من الطبيعي ان احنا نؤيد ما هو صح. يعني بشوف حد بيعمل حاجة كويسة لازم اشيد بيها، وان لقيت خلل لازم اتكلم واقول ان ده خلل ويجب اصلاحه. وإلا يبقى احنا ملناش لازمة. يعني احنا ما نقدرش نبقى مؤيدين على طول الخط، ده مستحيل. لان ما فيش بني ادم خالي من العيوب او من الاخطاء مهما كان. فلابد أن يكون هناك وقفة حينما نرى أن هناك خلل في التعامل مع حاجة معينة احنا شايفينها. إذا كان الناس اللي هي بتقدم البرامج عندنا بيذكروها، خير كويس. إن ما ذكروهاش أنا هطلب منهم أن أقول لهم أرجو أن أنتوا تطرحوا الموضوع ده بالحيادية، مش عشان ياخدوا موقف، لا بالحيادية، عشان نشوف هل ما يتم إجراءه الآن مفيد ولا مش مفيد. احنا بنأيد كل شيء للدولة طالما في مصلحة مصر، يعني دي لازم تبقى واضحة وضوح الشمس. احنا بنحب بلدنا جدا وبنراعي كل حاجة تفيد مصر، انما لو لقينا أخطاء لا يصح ان احنا نسكت. لو في سياسة خاطئة لازم نتكلم. طيب من المنطلق ده، ليه دكتور أحمد بهجت زي ما حضرتك بتقول في اكتر من مكان كده ماليش في السياسه او احبش ادخل في السياسه، ولا عملت حزب ولا رشحت نفسك في اي حاجه، ليه يا دكتور؟ مش شغلتي. يعني ببساطه شديده انا راجل بتاع اعمل مشروعات
وأبني وأعمر وأصنع وأزرع، يعني كل دي الحاجات اللي أنا بحب أعملها، دي متعتي في الحياة. في ناس بتعمل كده وبرضه في السياسة. معلش أنا مش زيهم، يعني أنا أفضل أن أنا أقضي وقتي كله في أن أنا أشتغل. أنا بقى أكتر آخر واحد من يغادر مكتبي، يعني كل الشركات بتبقى مشيت وفي ألاف من الناس بيكونوا روحت بيوتها وأنا قاعد بشتغل، وأنا مش مطالب أن أنا أشتغل، ولكن أنا أحب العمل وأحب أن أنا أشوف اللي بعمله وببنيه قائم وأبقى فرحان بيه، فخري بأن أنا يعني عارفة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنا إذا سعيت في الأرض ولقيت حاجة حلوة ومعمولة أبقى فخور بيها وفرحان بيها. والحمد لله أنا أولادي كانوا بيدرسوا في أمريكا وابتدوا يرجعوا وبقوا مقدرين الحاجة اللي بنعملها وفرحانين بيها زي، ودي حاجة أنا بالنسبة لي مدياني سعادة شديدة أن أولادي بدأوا يخشوا معايا وبيساعدوني، ودي حاجة كنت بفتقدها من فترة. يعني الحمد لله ان هم بدأوا يرجعوا، ودي حاجة بالنسبة لي مفيدة جدا ان انا اشعر ان في حد بيساعدني وبيعاوني باخلاص. لكن هنا البعد عن السياسة او البعد عن العمل السياسي غنيمة مكسب، يعني دكتور احمد بهجت اللي اتأذى من الدولة، اللي اتأذى وقت الرئيس الاسبق مبارك، وحتى هذه اللحظة برضو لسه الملفات والتسويات ما زال قائم، يعني الكلام ده كله ده برضو اللي مخلي حضرتك اللي هو لا انا مش اتعقدت بس ابعد عن الشغل ده كله. هو شوفي حضرتك لو انا استخدم الاعلام لمصلحتي ممكن استفيد وابقى في الصورة وابقى دايما زي ما يقولوا على الحجر يعني. بس انا ما بعملش كده ليه؟ لان انا بفضل ان انا اشتغل وانجز احسن كتير قوي من ان انا اكون قريب من حد او بستفيد من حد. انا شغلي لنفسي، انا اللي ابني وعمر واعمل، واما قابل مشكله بسعى في حلها. في اوقات كتيره بيساعدونا واوقات كتيره بيقولوا لا مش هنعمل لك حاجه، وده برضو انا دايما عندي صبر ايوب في الحكايه دي، ان انا متحمل الأذى والضرر اللي بيقع علينا أغلب الوقت يعني. إنما بحمد ربنا إن أنا عندي لسه، أنا عندي شرايين الأورطة مقطوعة من 99 من أوله لآخره، وغيرت قلبي في 2006، ولكن الحمد لله حتى اليوم أشتغل مش أقل من 10 إلى 12 ساعة كل يوم، حتى يوم الجمعة والسبت والحد، جميع الأيام فرحتي وعملي هي ان انا انجز واشوف حاجه حلوه بتطلع من عندي. انما يا دكتور هي الظروف الصحيه الصعبه اللي حضرتك مريت بيها كانت من الاسباب اللي دعت ان حضرتك تاخد مجال برضو في الشغل والاستثمارات بتاعت حضرتك، مجال المجال الصحي او الاستثمار في الخدمات الصحيه المقدمه للمواطن، يعني مش عارفه الفكره دي جت ازاي؟ اقول لحضرتك هي من الاول في التخطيط العام بتاع مشروعنا كان في مستشفى. وكنت الحقيقة عملت تصميم كبير جدا لمستشفى عالمية. وكانت المستشفى يمكن 600 سرير. كانت حاجة فخيرة جدا وكلفتني ملايين عشان بس أعمل لها تصميم. لكن لما جيت أنا وكان بقى الدولة واخدة موقف شوية. كانت ولا لسه الأول؟ كانت ولا زالت في شوية يعني. بس الحمد لله أنا شايف بوادر مفيدة وإيجابية، وأرجو من الله أنها تستمر. يعني أنا بسعى دلوقتي أن احنا نحل ونسدد أي مديونات قالوا عليها حتى لو مش حقيقية. يعني بالنسبة لي أنت عايز تنهي الملف ده؟ عايز أنهي الملف عشان أقدر أعمل أعمال خيرية. أنا عاجز أن أنا أعمل اللي أنا عايز أعمله في الخير، فدي مشكلة عندي ان انا ايه ما عنديش القدرة ان اعمل حاجة ليها مردود كويس. فارجو من الله ان انا اقدر احل عشان اقدر ابتدي اعمل احط المجهود ده في اعمال تفيد المجتمع والشعب المصري. انا احب الشعب المصري، صاحب فضل عليا انه ايدني في كل حاجة عملتها الحمد لله من يوم ما بديت. يعني احنا اول مصانع في مصر للتلفزيون في القطاع الخاص، والتلاجة والغسالة والبوتجاز والتكييف والرخام والأثاث. صحيح. يعني مفيش حد عمل، احنا شغل دلوقتي في النانو تكنولوجي
عندنا شركة بقالها 5 سنوات وعاملة يمكن 60 اختراع جداد لخدمة الناس في مصر. أبسطهم دواء للناس اللي عندها فقر دم، جرعة واحدة يشربوها بالفم ترجع لهم النسبة إلى النسبة الصح في أسبوع يعني. وبناخد براءة اختراع عليه وهينزل الإنتاج قريبا. غير بقية الحاجات اللي عاملينها، عاملين حاجات كتير جدا. قش الرز حضرتك، قش الرز ده كنز من الكنوز، ده يطلع منه كمية مواد خام بمليارات، بس يجب انها تستخلص من القش مش حرقه. حرقه بيضيعه كله وبيحولها الى يعني تراب ودخان اسود في كل حتة، بينما هو ده في مواد عظيمة جدا وتربحك في كل طن مبلغ كبير جدا لو تحول من مواد بتحرق الى مواد بتصنع. احنا شغالين في الموضوع يعني، في عشرات الموضوعات احنا حاطين مواد عشان تدي تقتل كل فيروس الانفلونزا بتاع الطيور، وعندنا مواد بتعمل زي سماد. الاسمده دي بتخلي كل اللي بياكلها يعني الطيور او الحيوانات بتطلع بقوه والكالسيوم بتاعها قوي وكل حاجه. يعني طول الوقت احنا شغالين يعني، ده موضوع مش شغلي اساسا، لكن انا لقيت ان في انجاز جميل جدا ممكن نحط فيه استثماراتنا. احنا عندنا الكترون مايكروسكوب الوحيد في العالم اللي في قطاع خاص، بقيه الاماكن كلها عباره عن جامعات او مراكز بحثيه يعني للدوله او للكائنات الكبيره. احنا اشترينا، والراجل انا ما عرفتش دي الحكايه دي اللي قريب قال لي انت الوحيد في العالم اللي اشتريت الكترون مايكروسكوب، ده ثمنه 3 مليون جنيه من زمان يعني من 7 سنين او 6 سنين، وده للابحاث، والناس بتقدر تخش تشوف فيه الذرات وجزيئاته الصغيره جدا اللي هي بتشوفيها يعني بيكبروها الاف المرات. كل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بقى هو ده المطلوب فعلا، انه علشان نصحح صوره رجل الاعمال عند المواطن المصري ان هو بيسعى للمكسب السريع والسهل بدون عائد على الاقتصاد، عائد على المواطن، تحسين الخدمه المقدمه ليه، مشروعات زي حضرتك بتقولها كده. يعني كل التحية والشكر والتقدير لحضرتك ولكل رجل أعمال وطني شريف عايز يخدم البلد دي وعايز يقدم الخير. وطول ما النية خير يا دكتور أحمد، أنا أصلا واقف قدام كلام حضرتك قوي، أنا عايز أعمل أعمال خير، عايز أخلص التسوية علشان أكمل اللي بدأت فيه، فإن شاء الله زي ما نيتك كده بإذن الله ربنا يجزيك كل الخير. وأنا بشكرك جدا على الفرصة دي أنا الله يخليك أقابل جمهورك الكبير. الله يخليك يا دكتور، أهلا بيك. الأول أو آخر حاجة كده، بكرة أحسن إن شاء الله، بتفائل ببكرة بإذن الله؟ بالتأكيد والمصر كلها إن شاء الله الخير بإذن الله. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا النهاردة دكتور أحمد بهجة، شرفتنا في الحياة اليوم. شكرا جزيلا يا فندم. جدا.